الآن مشاهدينا الكرام نعود مجددا لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. السلطة الفلسطينية الآن بعدما ذهبت لتسلم معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية تذهب الآن لمعبر بيت حانون، معبر إرز بين قطاع غزة وسلطة الاحتلال. نتابع. رأينا احنا والإخوان بالوفد المصري تم انتهاء وستم إزالة كل هذه المظاهر بالكامل، وأنا أقول بكل الشكر وباسم الأخ السيد الرئيس وباسم إخواننا في حركة فتح قائمة وبوجود أخي العزيز ممثل في تواصل هذا الحدث حتى انتهاء هذه الظاهرة في آخر حقبة من حقب الانقسام الفلسطيني. ولأكون لكم وأنا كما قلت أبشركم بإذن الله سأكون دولة رئيس وزراء الشعب الفلسطيني قريبا في غزة خلال أيام بإذن الله، وحتى أن تتم انهاء هذه الحقبة وان تقوم هذه الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء. هنيئا لابناء شعبنا الفلسطيني، هنيئا لكم انتم الاعلاميين الذين عانيتم من الانقسام الفلسطيني وعانيتم في الحروب وقدمتم من ابنائكم وشهدائكم وحتى كاميراتكم، فنقول لكم كل الشكر وكل التقدير. وان شاء الله انا ستاري ستاري سموث ونون هاف اني اني كان في تشالنج ات واز سم تايمز وي ثينك ات واز كان ديفيكلت لكن انا اي وان سي اجين اند اجين وي هاف تو ثانك ذيم وان ايفن جيف اس ذا اوفر تو ميك ايفريثينج از فيري ايزي فور اس وان ذيس از بلاس باي ذا اوفر بوم all the difficulties is gonna be the end of the division. Inshallah, this is the first time to be the end of the real division, because we see everything this was very easy, very smooth, as you said, from our brother. Sayyid al-Wazir. Hachizog. Hachizog. سلم عليه. شيل اللوجو مايك، شيل هالمايك يا باشا، صور هذه، شيل هالمايك، شيل اللوجو. صور مشكلة. هو خلص خليناش كنا نصور لك. معابر سيد نظمي حمزة هات تعال ولا سامي ونروح ونروح. ممثلون إذن عن السلطة الفلسطينية في معبر بيت حانون الرابط بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، المعبر المعروف كذلك باسم معبر إرز. السلطة الفلسطينية إذن في معبر بيت حانون، وقبلها بأقل من ساعتين كانت السلطة الفلسطينية كذلك وممثلون عنها وممثلون عن الدولة المصرية في معبر رفح الحدودي الرابط بين مصر وقطاع غزة في إطار تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية التي تمت برعاية فلسطينية تفعيلا لاتفاق المصالحة والذي تم
إبرام في 2011 لتعود القاهرة مجددا للعب هذا الدور، لكن هذه المرة تبدو الأمور مختلفة. حركة حماس تقدم على ما لم تقدم عليه على مدى عقد من الزمان. حركة حماس تحل اللجنة الإدارية التي كانت تدير بموجبها قطاع غزة. حركة حماس تفتح قطاع غزة لحكومة الوحدة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله. وكما تم التنويه في أكثر من مناسبة هذا اليوم في معبر رفح وفي معبر بيت حانون بأن السيد رامي الحمد الله سيتوجه إلى قطاع غزة هذه المرة بشكل مباشر لإدارة القطاع لمحاولة إيجاد سبل وحلول للأزمات التي تحيط بالقطاع، سواء كانت مرتبطة بأزمات الطاقة أو بأزمات الكهرباء أو بأزمات الرواتب وأزمات الموظفين. الآن الحكومة الفلسطينية بات لزمن عليها أن تطلع بمجهوداتها وبسلطاتها بعد أن بسطت كامل سلطانها على التراب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية تنفيذا لبنود هذه المصالحة. حركة حماس بدورها سلمت إدارة المعابر كاملة، كافة المعابر الموجودة في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية قبل يوم واحد من الآن كانت قد تسلمت مهام الجباية في هذه المعابر، واليوم تذهب لهذه المعابر لهذين المعبرين، معبر رفح ومعبر بيت حانون أو معبر إيرز، لتسلم شؤون إدارة هذين المعبرين. و في غضون أسبوعين على الأرجح ستكون هذه المعابر تعمل بكامل كفاءتها وطاقتها من خلال وزارة المعابر في الحكومة الفلسطينية الموحدة. وما تم التنويه والإشارة كذلك إليه لأن الخطوات خطوات المصالحة لن تقف عند هذا الحد. في 21 من هذا الشهر ممثلون عن كل الفصائل الفلسطينية، حركة حماس وحركة فتح وحركة الجهاد الإسلامي وكافة الحركات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيكونون مدعوون مباشرة للذهاب إلى القاهرة أو للمجيء إلى القاهرة لنقاشات سياسية هذه المرة. رعاية الدولة المصرية، الرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية لن تقف فقط عند إبرامها بكامل بنودها وتفاصيلها بكامل احتياجاتها، ولكن ستذهب لما هو أبعد من ذلك، ستذهب إلى إتمام المصالحة الفلسطينية بمختلف تفاصيلها وعلى رأسها القضايا السياسية التي سيتم مناقشتها بعد إتمام المصالحة. وحسب ما تابعناه الآن في 21 من نوفمبر العاصمة المصرية القاهرة ستكون موضعا لاستقبال ممثلين عن الفصائل الفلسطينية للحديث عن الانتخابات التشريعية وموعدها، عن الانتخابات الرئاسية، عن انتخابات منظمة التحرير الفلسطينية.